بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نتكلم النهاردة عن أنواع الترجمة. الترجمة فيها أنواع كتير جدا، بس النوعين الشائعين قوي إن أنت بتترجم بالنسبة لمنشئ المحتوى، بيترجم الفيديو بتاعه يا إما من على الإمكانية اللي مديها له اليوتيوب، وده تم تطويرها بشكل كويس قوي، تمام، يا إما بتترجمها بطريقة تانية هنتكلم عليها. في أنواع كتير قوي من الترجمة، هنتكلم على جزء المرة دي، وفي فيديو تاني هنتكلم على ترجمة بتعمل أرباح كويسة مالهاش دعوة بمنشئ المحتوى اللي هو زينا، يعني بينشئ فيديوهات أو كده، تمام. في ترجمة تانية للناس اللي معاها اللغة أو حتى لو معاهاش لغة، هنبدأ نتكلم الفيديو اللي جاي عن الموضوع ده. طيب دلوقتي بالنسبة هنتكلم عليه دلوقتي، أنا عملت فيديو عايز أترجمه، هوريكم طريقتين وهقولكم رأيي في أنهي طريقة أحسن من التانية. أول طريقة هنا إن أنا بدخل على منشئ، مثلا عندي مثلا هنا أهو، بدخل هنا اعمل على منشئ محتوى مثلا عندي على الفيس، دي اول حاجه بدخل اقول له ايه، بدخل اقول له ان انا دلوقتي عندي فيديو معين، بيقول لي هنا انا ممكن طريقه الدخول اصلا، بس انا دخلت قبل كده وترجمت والترجمه ما كانتش قد كده، بس هنشوف مع بعض دلوقتي. بدخل اول حاجه في الترجمه هنا، بدخل على ايه، بدخل على حاجه اسمها مكتبه المحتوى، تمام. بكتب في مكتبه المحتوى ده انا عايز احمل فيديوهات. بحمل فيديوهات ازاي؟ باجي هنا بقول هنا تحميل فيديوهات، هو بيديني بيقول عايز فيديو واحد ولا عايز فيديوهات كتير؟ انا بقول له انا هحمل فيديو واحد، تمام. انا عندي فيديو اصلا مسجل على الصفحه عندي على الشاشه الديسكتوب اللي هو الامازون، حلو الكلام؟ طيب هو لو مش عندي انا بعمل ايه؟ باجي هنا لو مش عندي باجي هنا ادخل مثلا على صفحه اليوتيوب بتاعتي وبنزله، هوريكم بنزله ازاي، وبعد كده بستدعيه مره ثانيه، بقول له ماشي انا عايز الفيديو دوت، هو ده خلاص اللي انا عايز يعني احمله، هيقول لي طيب ماشي خلاص هو دوت الفيديو، اقول له ايوه، يبدا يدخل على انهي صفحه، اقول له الصفحه ديت هيديني حاجه اسمها الشروحات التوضيحيه، يقول لي اضغط على الشروحات التوضيحيه دي. ليه بضغط عليها؟ عشان هو بياخد الكلام بتاع الفيديو كله اللي انا بقوله ده يعمله عباره عن كلام، انا باخد الكلام ده احطه على اليوتيوب واترجمه. تعالوا نشوف ازاي. او مدين هنا بيقول دوس على الشروحات التوضيحيه دي، انا بدوس على الشروحات التوضيحيه، مدين بيبدا يترجم هنا، تلاقي تحت خالص هيبدا يترجم هنا اهو، هيبدا ينزل هنا الفيديو اهو، بيبدا يحمل هنا، طول ما بيحمل انا مش اقرب للصفحه خالص لغايه ما يخلص، بعد كده ابدا بقى اخد الفيديو. مش عايز اي حاجه من منشئ محتوى الفيس غير الجزئيه دي، ان انا اخد فيديو انزله اقول له شروحات توضيحيه، ادوس عليها ينزل لي الفيديو، الكلام ده ياخده يترجمه الكلام، بس اخد الكلام ده بقى ابدا اترجمه وابدا اشتغل عليه. لما اخلص تحميل هرجع لكم. دلوقتي هو نزل لي الملف بصيغه اس ار تي، حلو الكلام. صيغه اس ار تي ده الصيغه اللي انا باخدها للترجمه في اليوتيوب. طيب نزلوا لي اداني ميجا عاليه جدا، فانا عايز اختصرها، يعني بدل ما يديني منزل 400 ميجا ولا 300، انا عايز اخلي مساحه قليله، لان ممكن انزل نفس الشغلانه دي على الموبايل، مش لازم اعملها على الكمبيوتر، ممكن اعملها على الموبايل. طيب بس ما عنديش مساحه، بنزل اي ابلكيشن من جوجل بلاي يضغط لي المساحه دي كلها، لان انا مش هيهمني ولا جوده ولا مساحه، انا كل اللي يهمني حاجه واحده بس، يهمني ان انا اعرف اخد الكلام ده اللي متقال ونزله ايه مكتوب. طيب يبقى هنا بيجي هنا تحت هنا بنقف هنا، يجي يقول لك هو نزل خد مساحه قد ايه والتايم وكل حاجه، بيديني حاجه هنا بيقول لي قوم بالتعديل وشوف الفايل قبل ما برضو ايه قبل ما تشتغل عليه، هو بيديني هنا التايم، هو كاتب لي هنا ايه، انا كاتب مثلا بسم الله الرحمن الرحيم النهارده مثلا ممكن اشغل هنا واسمع. طيب انا مصلح الكلام ده كله، انا خدت الفايل ده قبل كده وانا صلحته، قبل كده كان بيديني ايه، بيديني كلام متلخبط، وده سبب اعتراضي على الطريقه دي، يعني انا الطريقه دي بعترض عليها، لان اللي بيجي يشتغل عليها لازم يكون بيتكلم لغه عربيه كويس قوي، او بيتكلم كلام ما يكونش فيه كلام عامي خالص، تمام؟ في ناس بتتكلم كلام عامي وبيظهر معاها بتيجي معاها كده، بس احنا لما نيجي نقدم حاجه للناس لازم تقدم صح، خصوصا انك بتترجم لاجانب، بتترجم لناس ثانيه كتير، ممكن ما يفهموش معنى الكلمه. طيب انا كده ظبطت الدنيا خلاص، واروح هنا مثلا على اليوتيوب هنا او الفايل بتاعي، بدخل على الترجمه هنا، بدخل على الترجمه انا ترجمته هنا، بعد ما اترجم هنا ببدا اشوف مثلا التعديل بتاعه اهو، او تعال اشوف مثلا اهو التعديل هنا بتاعه، انا مترجمه بلغه من اللغات. طيب عايز تترجمه باي لغه، اي لغه تعجبك انت بتنزل هنا وبترجم. طب اللغه الاصليه هنا بتكون ايه؟ بتكون عربي، عشان انت بتاخد بالعربي بعد كده بتبدا تنزله ايه بلغات ثانيه. بيكتب لك فين هنا، او بص وانا نازل هنا بيكتب لي اللغه الاجنبيه هنا الاجنبي. ليه انا بعمل اللغه الاجنبيه الولايات المتحده مثلا او انجليزي او كده حسب الدوله، لو انا عايزه مثلا اول ما يبدا يشتغل او ما يبدا يشتغل يكتب مثلا فرنساوي، يبقى اللغه لازم تكون عندي ايه فرنساوي. تعال ندخل على التفاصيل هنا ونبدا نشوف الكلام ده، ببدا انزل هنا اهو، ببدا انزل هنا اهو، ببدا لما انزل اهو باجي اعمل هنا
يقول لي عايز اللغه ايه وعايز الشرح بتاعك ايه والكلام ده، باجي اقول له انا عايز اللغه الولايات المتحده وعايز الانجليزي بتاع الولايات المتحده. طيب عايز حاجه تانية، لو انا غيرت هنا ممكن اغير هنا اخليها اي لغه تانية انا عايزها، اللي هي تظهر لما الفيديو يبدا يشتغل وما هي تظهر. فانا بختار لغه معانا لان الفيديو مثلا الموضوع ده تمام المهتمين بيه بره اكتر من مصر، لكن في فيديوهات تانية انا مخلي اللغه العربيه ومخليها عشان مصر مهتمين، في فيديوهات تانية مهتم بيها مثلا دوله زي السعوديه بس. فعشان كده لازم ايه يعني مش السعوديه بس، معظم الدول بس السعوديه مهتمين بنسبه 70 80، فبخلي اللغه العربيه وبخلي موجه على طول للسعوديه من غير ترجمه مثلا او ترجمه بسيطه لغه او اتنين بس، فهمت؟ فدي نقطه بقى مهمه. فانا عشان كده برجح الترجمه اللي هي بتكون من هنا. انا عندي الفيديو اللي بتكلم عليه دلوقتي ده مثلا، ده مثلا ما فيهوش ترجمه، فانا بعمل ايه؟ ده مثلا برضو اللغه بتاعته اللغه العربيه اللغه الاصليه والكلام ده كله، انا عايز اترجم هنا انا بترجم بنفس الطريقه، تمام؟ طيب لو عايز اترجم بطريقه تانية، في طريقه تانية لتطبيقات نازله اللي هو دوبلاج او الكلام ده، الموضوع ده موجود بس كان في ابلكيشن وتقريبا موقوف دلوقتي، ده كان بيعمل دوبلاج صوت انت تتكلم وهو يترجم لاصوات تانية او بينزل لك الترجمه على طول، ده لو لقيته هنزله لكم برده ان شاء الله باذن الله. ده الطريقتين بتاعت الترجمه. انك ممكن كمان في حاجه كمان ممكن تعمل حاجه بسيطه هنا، ممكن نعمل ايه؟ ممكن اسمع الفيديو هنا وابدا اترجم انا، ودي الطريقه اللي انا بحبذها دايما، لان انت لما بتتكلم باللغه العاميه بترجم الكلام ده هنا بلغه عربيه وتكون يعني زي ما مكتوب، بس في حاجات كده ما ينفعش ان احنا يعني، فعشان كده لازم اجي هنا ابدا اكتب انا بقى، اكتب كذا، اكتب اللي انا عايزه، اكتب اللي انا عايزه هنا، وابدا اعمل عمليه ترجمه ونشر، ابدا ادغدغ اللغات. الطريقه دي انا بعتبرها افضل بكتير جدا من الطريقه اللي هي بتاعت الشروحات. بس لو حد عامل فيديو طويل وبيتكلم يبقى غصب عنه عشان ننسى العنوان والوصف. بعد ما بعمل عمليه النشر بتاعتي باجي انا بعمل عنوان ووصف، بعملهم ازاي؟ بقى اي اضافه لغه عادي، انا عايز اي لغه انا عايزها مثلا وليكن مثلا اسبانيه مثلا، باجي هنا في الاضافه انا بعد ما نشرت كل حاجه باجي اخد الكلام ده كله اهو كوبي كده واروح هنا اعمل هنا بس مثلا واترجم كان انجليزي اسباني اي لغه انا عايزها. انا ترجمت انجليزي احط هنا انجليزي اسباني اللي انا عايز احط هنا، واخد نفس الكلام واعمل عمليه نشر. حلو الكلام. بعد ما بعمل الكلام ده بعمل هنا الترجمه، بعمل نصف هنا، يبقى انا كده خلصت اول لغه. بتنقل بعد كده اختار ثاني لغه، ثالث لغه اللي انا عايزه، الكلام ده كله. ممكن اعمل ترجمه وهو بيبدا يعمل ترجمه تلقائيه للشخص اللي بيتفرج على الفيديو، وممكن على طول انا اساعد بقى الشخص ده واحط عنوان. العنوان مهم جدا. ليه؟ العنوان لما يكون مثلا باللغه مثلا الالمانيه الفرنسيه الكلام ده بيروح لناس يقدروا يفهموا الموضوع، بين يقروا العنوان الوصف ده يدخلوا يشوفوا الفيديو. الموضوع ده مهم جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش في اللايك والشير. وقبل ما اختم عايز اقول برضو حاجه، اللي في طريقه ثانيه للترجمه هكلمكم عنها الفيديو الجاي ان شاء الله، دي خاصه بالناس اللي تعرف لغه اصلا عشان دي فيها ارباح عاليه جدا ومطلوبه. شكرا ليكم وربنا يوفقكم.